هشام الشيعي ممرض رئيسي كما تعلمون بتعليمات سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حامي حمى الوطن والدين والساهر على صحة المواطنين. انطلقت اليوم بمختلف المراكز بمدينة وجدة عملية التطعيم لفائدة أطر وموظفو الأكاديمية الجهوية للشرق، وتمر هذه الحملة في ظروف جيدة وآمنة وفي احترام تام لكل التدابير الاحترازية، وهناك حضور مكثف للموظفون، وهي فرصة لندعو من خلالها جميع المواطنين إلى الحضور بكثافة من أجل عملية التلقيح حماية لأنفسهم ولوطننا العزيز. السلام عليكم، مريم بن دالي ممرضة رئيسة المركز الصحي سيدي إسماعيل المؤطرة والمسؤولة على تنظيم الحملة بالمركز التربوي ابن خلدون لفائدة الأطر التعليمية لمدينة وجدة. الآن في الصباح كان واحد الإقبال كبير ديال الأساتذة وتاع الأطر التعليمية، أنهم جاوا كان داكشي منظم تبارك الله، ويعني كلشي فات زوين والحمد لله. يعني العملية راها مزيانة، عملية التلقيح الحمد لله كلشي راه مزيان، كاملي كاين الإقبال كاين الآخر، الناس متفهمة دايرين التباعد داروا المهم، اللهم لك الحمد.